السلام عليكم ورحمة الله، كديرين البنات؟ لاباس عليكم، توحشناكم. ونظرا للظروف العمل وهذه، علاش ما كنحطش هاد الايامات ما بقيتش حطيت لكم فيديوهات. انا كنفكركم بهذوك النماذج، وان شاء الله غادي نبدا نحط لكم واحد الفيديو ديال واحد الزواقه خدمتها. غادي ان شاء الله نديرها في واحد القميص، هانتوما شفتوا معايا، يعني كولفي بحال هكا. باقي هنا ما خدمناش ليه، باقي ما خدمناش الشنيف حتى ان شاء الله نوثقوه مع القفطان. وعاد باش ان شاء الله، هانتوما النص الثوق كنديروه عريض بحال هكا، كنعبروه هنا ما بين 25 سنتيم، لان كل في كيكون هابط. يعني الا كان كول داير كديري 30 سنتيم حتى 36 سنتيم، الا كان كول في كديري هنايا 25 سنتيم، باش لان الكول كيجي هابط بحال هكا. هانتوما شفتوا معانا هنايا كنديروا هذيك الطلاقيه ديال التحت، درتها كلها بحال هكا، يعني باش تجي هابط، يجي هابط القفطان حتى لتحت. وان شاء الله مني غادي نخدمو وغادي نوريكم هاد الخدمه، غادي نوريها لكم ان شاء الله في شي شونتيو صغير، باش لان ما نقدرش نخدم لكم هاد الشيء كامل باش غادي باش نحط لكم الفيديو، كيجي شويه طويل، ما كيجي الملل. يعني غنخدم غير بياسه صغيره وغادي نوريكم كيفاش فرقناها بحال هكا. وان شاء الله غادي نديرو بالعقيق على حسب الثوب، مني غادي نخيطو مع الثوب، الا جا بالعقيق غنديرو بالعقيق، الا ما جاش نقدر نكتفيو عا بهاد الزواقه، لان الثوب ديالو فيه الزقلي، الا لقيت ليه العقيق اللي غادي يجي معاه راه غادي نديرو ليه. وغادي تشوفوا ان شاء الله كيفاش هادي، وغادي نعطيكم حتى النموذج ديال الكمام. هانتوما شفتوا معايا كيجي زوين زوين بزاف، كيجي رائع. انا عجبتني هاد الزواقه، راه فدرتها لكم هادي، راه كاينه في حطاها في واحد الفيديو، راه كندرتها لكم. وهاد الخيوط انا دابا ما كان هاد الخيط باش كنكمل، ما كنقطعوش حتى كنكمل الخدمه، كنخليه طويل بحال هكا حتى كنكمل الخدمه. وعاده باش ديك الساعه كنوثقوه بالخيط والبرا، كندفنوه في الثوب. انا دابا ما بغيتش ندفنوه هنايا، كندفنوه في الثوب باش كيشد. ولا عجبكم الفيديو تابوناو معانا، وما تنسوناش من اللايكات، وتفكرونا كيف ما تفكرناكم. والسلام عليكم ورحمه الله.